كل يوم في جديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا المجال اصبح قاسم مشترك في كل الصناعات وكل القطاعات. لا الطبيب يستطيع انه يتقدم في مهنته، ولا مهندس معماري، ولا المحامي، ولا المحاسب، ولا اي مهنه دون التعليم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالتالي اصبح هذا المجال بالفعل مجال له اسهام في منتهى الاهميه في كل القطاعات وكل المهن. ويمكن لو تابعته في الاعلام تجد دائما ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو اعلى قطاعات الدوله نموا طوال السنوات السته الماضيه. ليه؟ لانه هذا القطاع دوله مهتمه بيه، مهتمه بالتنميه فيه، لانه زي ما قلت في منتهى الاهميه. اهم حاجه تتعلمها اثناء دراستك انه ما تعلمته اليوم او نرجع لورا، ما تعلمته اليوم ربما بكره هيجي احدث منه واجدد منه. فيجب ان انت تتعلم وتدرك ان تعليم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امر مستمر، وامر لن يقتصر على فتره وجودك في المدرسه، او ان شاء الله اللي هيكمل في التعليم العالي او هيلتحق بسوق العمل بعد المدرسه على طول، وانما هي عمليه مستمره هتفضل معاك طول حياتك. حتى نوع الوظيفه اللي هتشغلها لما تتخرج ان شاء الله من مدرستي ربما تختلف بعد 4 سنوات بعد 5 سنوات عن وظيفه اخرى. كل شويه هتتعلم مهاره جديده تؤهلك للتقدم في سوق العمل. كل التوفيق ليكم ان شاء الله، دايما حاضركم ودايما فخور بيكم وسعيد بوجودي معاكم النهارده. شكرا جزيلا.